لكل الأحرار تحية حارة كالعادة، ما فيهاش برقوق، ما فيهاش كونفيتير، حرية حارة كتعرفوها، هضرنا عليها، ما نبقاوش نعاودو لكم هاد القضية. شرفونا واحد الإخوة قدام قدام معانا، كنجدد لهم التحية للمشاركة ديالهم بدون استثناء، ولكن أعتقد بأن من الناس ديال أهل الكهف، ديال الكهف ديك اللي فاقوا الدنيا تغيرات، ولكن هما عاقلين عندك الوقت اللي عايشين فيه، فما نطولوش في هذا الموضوع. أهل الكهوف، إذا استيقظتم من كهوفكم فاعلموا أن العالم تغير، مواضع تغيرات، المواقف كتغير على حسب التغيير اللي كيوقع في المجتمع ديالك. الناس اللي كتآمن بأن الوطن للجميع، الوطن للجميع، تكفيك هذه القضية، راه ما فيهاش عرقية، الوطن للجميع، ما فيهاش منين جيتي انت، لا دي ان، تعطيني لا دي ان ديالك، كتعطي انت لا دي ان ديالك في السويد ولا في النرويج ولا في ألمانيا ولا في أمريكا ولا هولندا، أعطي واش انت، لا انت ماشي ديالنا. هما ما طلبوش منك هاد الشروط، هاد شروط المواطنة اللي عندكم ديال لا دي ان، واش انت امازيغي، واش انت شمال افريقي، واش انت انسان تعيش فوق الارض، وانت هالكلام، انت هالكلام يا اهل افران اللي ما عنده فران. العهد الحجري انقضى، انقضى، مازال ما فهمتوش بان هذيك نوع من التفرقة، باش انت كمناضل كتطلب مني لا دي ان، نقول لك شكون انا ومنين جيت انا. لا يكفيك بان كنقول لك داكشي اللي ضربك انت واللي ضربني انا، انا ضده، لا، خصني نقول لك شكون انا، من انا، انا ابن الارض وانت ابن الارض، وقاع دوك الناس عايشين فوق الارض اش غتسميهم، دخلاء على الارض. انت هذاك الكلام القديم، وهذاك الشيء اللي فازت به العلوية، رداتكم كتقلبوا على الدي ان وكتخلص على الفلوس، كتوري انا امازيغي، انا اندلسي، انا علاش، علاش هذا الشيء، فين كتعيش انت، شكون انت، انت مغربي، وكنطلب منك انا توريني لا دين ديالك، باش واش نهضر معاك ولا ما نهضرش معاك. والعصابني كتنزل ديال البوليس والقوة، القوى القمعية والسجون ممتلئة بلا دين، عندك لا دين، لا انت ما ندخلوك، دخلوا غادوك الناس ديال لا دين، كتخوروا عنا على عين. المهم انتهى الكلام، الناس اللي كتوجه لنا رسائل مغلوطة. الحمد للوطن أننا عرفنا بأن احنا متساوون، نحن متساوون في الحقوق، لا يهمني الانتماء حاليا، لا يهمني الانتماء، حقوق، لا انت تلفوك بقى، واش انت من ديرنا لدين 50 ألف فرنك، هاد 50 ألف فرنك تغمش تاع دين الرب ديال امكم، يا الكدابة يا ولاد القحاب،
لا انا كنتكلم الامازيغي انت ما كتكلمش خصني ندير لك تيست باش نوريك انا امازيغي وانت امازيغي هما عطاوك 100% كاع 100% امازيغي ومن بعد والحقوق جبتيها ب 100% ولا شنو تجيبها لي بين قوسين الاب فحص حفص حفص هذاك السلفي اللي كان في الحبس والاسم ديالو عبد الوهاب الرفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي فينا هي هاد انت عندك هضرنا عليها البارح من الخنيجة انت ولا شنو منين جبتي انت تدين حتى الدين ولا عندكم نتوما دين منطقية ماشي منطقي يعني مناطقي من منطقة إلى منطقة الدين كيتغير هذا إنسان اللي الناس اللي نتفرجوا في الفيديو ديالو عبد الوهاب الرفيقي ابو حفص ابو هريره وابو قطيطه وابو هذوك الخرا ديال الانسانيه ابو وانت ابو ما كاينش ابو والو ما ولدتش انا ما ولدتش انا ما ولدتش انا ابو والو ولا شنو تسموني ولاد القحبات ركائز وهذا هو الموضوع ان العلويه مبنيه ماشي بوحدها قائمه عندها ركائز عندهم ابو حفصه حفص المهداوي والقلاوي والدراوي والأصلع والأصلع هادو هما اللي كيبنيو الركائز العلوية واقفة هنا لا تتكلم ولكن عندها لسان ناطق اللي كيدخل لكم في السنسول ديالكم هما هاد أبو حفص وأبو ودوك الناس اللي هذا قال لك دوز 9 سنين ديال الحبسة بدل ان تمدح منظمه العفو ولا منظمه حقوق الانسان اللي هضرت عليك انت غتضربها كما المداوي اللي كان كيفتخر حيت المداوي حيت ديك اللعيبه ديال حقوق الانسان اللي من موراك حيت ادير تصويرات الحسن ومحمد وحماد ودير هذا دير هذا مورك راه يجي معاك هذا دير عاد صورني صور حميد دير لك هكا وديرها من مورك باش تهضر مع المهمشين ماشي المشاهدين المهمشين كتهضر معاهم انت هذوك المهمشين الملك قال 4 وقال الافكار الملك حزق الحزقان نقسموا على 4 سيقر أنتم أيها الكلاب ركائز أنتم الركائز الخوت شي اللي موقف الملكية باش نهضروا بالدارجة اللي موقف ديك الملكية هو المهداوي ودوك الأتباع قاع دوك القردة ديال المهم هما اللي كيوصلوا لكم بان انتم بخير ما كنت مشكل حنا كنتيقوا في المؤسسات وكنتيقوا علما انه كيعرف بان داكشي اللي كيقول كذوب ولكن هو كيطلب من هادوك الاسياد ديالو اعفيو عليا انا دوروا معايا سكنوني عطوني طوموبيل عطوني هادو كلهم دين ماما هادوك انتم الاسلاميين كتعرفوا الموقف ديالي معكم انا ما نتيقش في دين الرب ديال امك كما بغيتي تكون انت كلب
متأسلم إسلاماوي وخرواني. أنت كلب دين أمك، أنت الريح اللي جات كتجرك. حنا كنهضروا على الإنسانية، على حقوق، كنهضروا على حقوق الفحصي. يا أبو حفص، بو حفصة ولا حفص ولا الله يحفص أمك في القبور يا ولاد القحبات. دوز 9 سنين وطلعت وانا كنقول لك ولكن البيعه الى حيدنا البيعه مشينا. حنا غنحيدوا غير الامثال ديالكم. الملكيه ما هضراتش، ما قالش هاد الهضره، ولكن بعثت لنا ابو حفص والحفصي هو اللي كيهضر، والمداوي والقلاوي والصلعاوي. انتم الناطقون باسم الملكيه. فالحرب كنطلب من الخوت كاملين، علينا تحطيم الركائز اللي مبنيه على العلويه. العلويه مبنيه على هاد الناس الصغار، كيبان لك صغير هو اللي كيبني. إذا ما نهضروش على المقدم والقائد والباشا والعامل ولا، ولكن هادو كلاب أخطر من الباشا ومن العامل، لأنهم يتعاملون مع الفكر. فيصوروا لك أنت أيها المواطن الضعيف، خويا حبيبي، راه هادو أولاد الكلاب كيعضوك كيعضوك كينهشوك. يا اختي مولاة الحمص ومولاة الكرافس، هذا راه ماشي خوك مغربي، ما هو مواطن، ما والو، كياكلك باش يطلع هو، ياكل الجثة ديالك واخا تموتي، ياكل الجثة ديالك. من هاد الناس ديال هاد الوهاب الرفيقي، ابو حفص، ابو حفص، انت اللي غت 9 سنين ديال السجن وخرجتي، وفي النهايه ديال الامر كتقول الملكيه والعبوديه خصنا نبقاو فيها، خصنا نبقاو عبيد. نعلة الوطني عليك، نعلة مولة الحمص والكرافس والقزبور على الربابينه ديال ربك يا ولد الكلاب يا ولد الحرام. اللي قلنا البارحة سندروم ديال الخميشات الخناشش دين أمكما جمعتنا. فتحية للمغاربة، تحية لكل الأحرار، نحيي العقول، وكنعرف أخوتي المغاربة أنكم مضرين مضرين، كنعرف لو كنت بلاصكم راه غندير بحالكم، ماشي كنعلكم، راكم حاصلين وحنا حاصلين، حنا كنشوفو نتوما كتعيشو، حنا غير كنشوفو، ولكن نتوما كتعيشو المجاعة والذل والفقر والإهانة. ف الإله ديال الوطن غيوقف معاكم، ماشي بالكذوب ولا ما عنديش مع، والله يسهل عليك. وغدا ما كاين والو، غدا هو الا تحيد الملك، الا تحيد ديك الاسره، تصبحون وتصبحون على خير. اما الا بقيتوا في هذاك الذل والمعنى، والله يا اخوتي الضعفاء إلا غتبقى هكاك، والمهانة غتزاد وغتزيد تقواد عليكم. تحياتي لكم أخوتي، تحية الناس الضعفاء، تحية الناس المرضى اللي ملقاوش دواء في السبيطار ديالهم، في الدواء ديالهم، في المغرب ديالكم، المغرب ديالكم. يفتخر عليك لا أنا ولا واحد آخر، ولا محمد الخامجي ولا محمد تيتي. المغرب ديالك، الدواء ديالك، الأرض ديالك.
من حقك الدواء بفلوس خوتك مغاربة، ما كيداوكش محمد الساليش، ماشي كنتسناو من الرب ديال امك يا محمد الخامس عاوتاني دير لنا المرقه، دير لنا الصوبه، ودير لنا القفه. نعل دين امك اش كتعطينا؟ راه كتحيدها ليا من هاد الجهه وكتعطيها للجهه الاخرى. سير تقود، انتهى امرك يا الكلب. راه ما تعتقدش بان الله هو اللي مرضك، راه دعوة الشعب، دعوة عطي واحد لك كونسنتراسيون ديال شتي المرض ديالك جاي من لا كونسنتراسيون ديال الغضب ديال الشعب. تكونسنترا الشعب على دين امك، ما قدرش عليك بيديه، غيقتل دين امك بالافكار، بالتفكير، بالاحلام ديالنا كنقتلوك، كنقتل دين امك في الحلم حيت ما قديتش عليك وانت حي، ونقتل امك في الحلم. والنتيجة انت كتشوفها يا الكلب. سير عند الاطباء ديال الميريكان، ولا سير عند اليهود، ولا سير عند الخرى ديال امك. الشعب غيخنق امك غير بالاحلام ديالها. ما تمنيناش ان تكون عندنا الوسيلة الوحيدة هي احلام. كنا كنتمناو بان ايادي ديال امك تخنق العناق وتجرك للمحكمة الشعبية وندخل دين امك للسجن اللي كتوضع فيه الابرياء ونديروا لكم تزمان مار. احنا ما نديروش تزمان مار، سجن عالمي مشهور، وكتشوفوا الكاميرا ديال البي بي سي والام بي سي والجزيرة. جزاك الله يا الخريزين على دين امكم ودين العروبة ديالكم ودين الانتماء ديالكم. تحياتي، ما نخرجش على الموضوع، نخليو هاد القضية مرة اخرى. غير تنبيه بان حنا هنا هو محمد الخامجة انا تصحبنا نعسنا فايقين، راه طبقات من الشعب، ماشي الشعب كامل، الطبقات راه فايقة، راه كتحسب لامك كل صغيره وكبيره. تفو على الصغيره والكبيره ديالك وديال الاتباع ديالك وديال المهداوي وديال الصولع والقارع اهل الدين. دابا انت كنتي في الدين وليتي معايا في البيع، كاين البيع عاوتاني انت هي في الدين، وراه خرجنا على البيع غنموتو. كنا ميتين قبل ما نعرفو الرب ديال امك انت يا الكلب يا المطحون. 9 سنين دوزت فيها في الحبس وتجي تخرى عليا انا. عصروك يا الكلب، عصروك. كاين ولا لا؟ عصروك خرج من امك الشياط وجيتي تشيطن عليا انا على شعب. كنت صحاب بان صافي نحن في المرصاد. تحياتي لكل الاحرار، الحرور كل الحرور باش توليو حارين، نقصوا من الكونفيتوره، كلوا الحرور، دربوا على الحرور باش الحرور ما يضركمش. راه معاركنا مع هاد العلويين ومع هاد المتسكعين حاره. نبداو بالمتسكعين، يتكلعوا دين امهم، نهرسوا لهم الرجلين وطح ديك العلوي. تحياتي على بروشين. هذاك العاصي يحب كوكايين يا الكلب، تقدر على الكوكايين انت، يعني امك عا كتسمع بيها. يلا تانكي شوف.